كل سنة وحضراتكم بخير، رمضان على الأبواب. ودايما بنتكلم على رمضان بنتكلم على السلع، بنتكلم على التخفيضات، بنتكلم على المعارض. بالتأكيد كل الوزارات بتعمل كل الجهود علشان تبقى موجود كل مستلزمات البيوت المصرية وبأسعار عادلة. وزارة الزراعة افتتحت بداية الأسبوع الحالي معرض خير مزارعنا لأهالينا، واللي هيستمر لغاية إن شاء الله نهاية شهر رمضان. المعرض ده موجود في الدقي لكن له العديد من المنافذ بعد كده. المعرض يقدم السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات بتصل لإيه؟ 50%. ده أرقام يا جماعة وعلى أرض الواقع. لكن خلينا نعرف أكتر عن هذه المعارض من ضيفنا الكريم اللي بيشرفنا في الاستوديو، دكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على المعارض والمنافس. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير وصباح دي ام سي إن شاء الله. أهلا بيك يا دكتور. 274 منفذ بيع على مستوى الجمهورية. موجودين فين وإيه السلع اللي بتتباع في المنافذ دي؟ دعني الأول قبل ما أقول 274 أو أتكلم عن سؤال أي أن أنا أتكلم عن جزئية مهمة جدا تخص المواطن المصري. الدولة المصرية اتخذت مجموعة قرارات الفترة الأخيرة كانت لها أسبقية، كانت قرارات استباقية للأحداث اللي بتحصل. فخامة الرئيس كان عنده رؤية واستراتيجية معينة عندما تبنى من 4 سنين تقريبا مبادرة اسمها معا لمحاربة الغلاء، وكأنه كان يستشعر المستقبل بأن ربما تظهر أزمات أو تظهر مواقف في المستقبل سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فتبنى هذه المبادرة معا لمحاربة الغلاء. فجاءت مبادرة خير مزارعنا لأهالينا اللي تبناها معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة تجسيد وتنفيذ المبادرة اللي أطلقها فخامة الرئيس، وهي المعنية بضخ كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية للمواطنين، من مزارع وزارة الزراعة إلى المواطن بشكل مباشر، من مزارع الدولة المصرية إلى المواطن المصري العظيم. ليه أسعارنا أقل من بره بكتير جدا؟ عشان يبقى المواطن مدرك معانا اللي بيشاهدنا دلوقتي يبقى فاهم احنا بنقول ايه. اولا المنتجات ذات جوده عاليه جدا وبتعتبر طازجه، يعني يوم بيوم زي بيقولوا. احنا ما عنديش حلقات تسويقيه، انا ما عنديش تجار، انا ما عنديش وسطاء، انا من المزرعه ليد المواطن بشكل مباشر، وبالتالي هذه الحلقات الازمه بتؤدي الى ارتفاع في السلعه، بتؤدي الى زياده سعرها. انا مني للمواطن بشكل مباشر وبشكل صريح. هذه المبادره ارتكزت على مجموعه محاور رئيسيه، ارتكزت على اني عندي 274 منفذ. كان عندي في الاول، اول ما معالي الوزير مسك وزاره الزراعه كان عندي 70 منفذ كانوا موجودين في منطقه الجيزه والقاهره، كان منهم حوالي 40 منفذ معطلين او مغلقين و30 منفذ شغالين شغل يعني زي ما بيقولوا كده يعني بكفاءه اقل. احنا رفعنا كفاءه هذه المنافذ ووصلنا بعد المنافذ من 70 منفذ الى 274 منفذ في كل المحافظات. انا عندي منافذ في شلاتين، عندي منافذ في مرسى علم، عندي منافذ في اسوان، عندي منافذ في الصعيد، عندي منافذ في الدلتا وشمال مصر. 274 دول موجودين فين؟ هي موجودين في مقرات وزاره الزراعه، مديريات الزراعه بالمحافظات، مديريات الطب البيطري، مديريات الاصلاح الزراعي، موجودين في مقرات بعض المحطات البحثيه الموجوده في المحافظات، موجوده في مقرات بعض مزارع قطاع الانتاج الموجود في المحافظات، موجود في مقرات الزراعات المحميه الموجوده في المحافظات. بمعنى احنا اخذنا كل الاماكن الغير بعض الاماكن الغير مستغله على مستوى الجمهوريه ورفعنا كفايتها وعملناها منافذ تقدم خدمات للمواطنين من المزرعه ليد المواطن بشكل مباشر. حاجه عظيمه جدا. ايه اهم السلع بقى اللي بتبقى موجوده وايه التخفيضات اللي نزلت عليها الاسعار عشان نطمن بقى الساده المشاهدين؟ انا عندي 200 سلعه بيباعوا في المنافذ الثابته او المتحركه او المعارض. عندي منافذ ثابته زي ما قلت 274، عندي منافذ متحركه بتجوب المحافظات حوالي 33 منفذ، سيارات متنقله بتجوب المحافظات تكتشف الاسواق، تكتشف المناطق ذات الكثافه السكانيه المرتفعه، وده تنفيذ لتوجيهات فخامه الرئيس فيما يتعلق بالتنسيق ما بين الزراعه والتموين والداخليه والقوات المسلحه، بحيث نعمل عمليه زياده نسب التغطيه الاماكن اللي ما فيهاش منافذ ثابته نوصلها بالمنافذ المتحركه. وده على زياده نسب التغطيه وتقديم الخدمات لكافه المواطنين في الجمهوريه العربيه على السواء. مش معقول هقدم خدمات في القاهره وهسيب باقي المحافظات، لا احنا انتشرنا في كل محافظات الجمهوريه لنا منافذ ثابته. المحافظات الحدوديه اخبارها احنا كنا اخيرنا في محافظه شمال سيناء وعملنا مبادره كبيره جدا هناك اسمناها طرق الابواب، طرقنا ابواب اهالينا في سيناء واديناهم هدايا فخامه الرئيس بالاضافه الى 50% تخفيض على السلع اللي كانت معانا. كان معانا حوالي 80 طن مواد غذائيه، المبادره استمرت لمده يومين هناك. رحنا رفح، رحنا الشيخ زويد، رحنا الحسن، رحنا نبيل العبد، رحنا العريش، رحنا الطويله، رحنا جبل الحلال، رحنا كل المناطق اللي ممكن حضرتك تتخيليها وطرقنا ابواب اهالينا في سيناء وتقابلنا معاهم وتعاملنا معاهم واتكلمنا معاهم لكي يشعر المواطن في سيناء بانه جزء لا يتجزا من الارض المصريه. بدينا فكره عن الاسعار يا دكتور سعيد، يعني الفراخ بكام، اللحمه بكام، البيض بكام، الزيت بكام؟ زي ما قلت من شويه انا عندي بالظبط تخفيض بيبدا من 20%
ويصل الى حوالي 50% في بعض السلع. انا عندي اللحوم البلدي رؤوس بلدي مرباه في وزاره الانتاج الحيواني في وزاره الزراعه ب 300 جنيه الكيلو. 300 جنيه الكيلو. عندي الكبده البلدي ب 300 جنيه الكيلو. وده موجود والناس بتشتري وزحام شديد واقبال شديد جدا جدا من المواطنين ايمانا منهم بمنتجات وزاره الزراعه وثقه منهم في هذه المنتجات فضلا عن انخفاض الاسعار. عندي كمان الرز بيبدا من 27 جنيه ونص وبيصل الى حوالي 30 جنيه، ده بالنسبه للحبه العريضه والحبه الرفيعه. عندي السكر ب 27 جنيه، عندي البصل ب 10 جنيه، عندي الطماطم ب 5 جنيه، عندي الخيار ب 5 جنيه، عندي الجزر كيلو جزر في مكيس استيراد تصدير ب 5 جنيه، عندي السمك البلطي من مزارع الانتاج السمكي المملوكه لوزاره الزراعه، البلطي درجه اولى ب 70 جنيه، البلطي درجه ثانيه ب 60 جنيه، البلطي درجه ثالثه ب 50 جنيه. احنا السنه دي عملنا حاجه مهمه جدا ان احنا خلينا في اوزان صغيره تتناسب مع القدره الشرائيه للمواطن، بمعنى ان المواطن اسمها جت تشتري فما عندهاش القدره انها تشتري كيلو او 2 كيلو، لا ممكن تشتري نص كيلو، ممكن تشتري ربع كيلو حسب القدره، بحيث المواطن اللي يخش المعرض لا يشتري احتياجاته طبقا لقدراته، لان واضح يعني الاسعار بره ربما تكون مرتفعه وده راجع لاسباب كتير جدا، ولكن الحمد لله احنا عندنا زي ما قلت لك من 20% الى 50% في كافه السلع. المعارض دي مكمله لحد امتى؟ يعني مفتوحه للمواطنين؟ المعرض تفضل معالي وزير الزراعه بافتتاحه كان معاه السيد اللي هو احمد راشد محافظ الجيزه يوم السبت الماضي، والحمد لله المعرض ده مكمل لحد اخر شهر رمضان، بيفتح من الساعه 10 صباحا وحتى الساعه 10 مساء، بيقدم خدماته للمواطنين. وفرنا حوالي 200 سلعه، منها السلع الاساسيه والسلع غير الاساسيه، في كميه تمور كتيره جدا. في لسه هسال حضرتك اهم حاجه مرتبطه برمضان بشكل كبير، التمور واليميش بالتاكيد. تمام، عندنا كميات كبيره جدا من التمور، عندنا تمور جافه، عندنا تمور غير جافه، كل التمور موجوده بكميات كبيره جدا في هذا المعرض، اليميش موجود، كل المخللات، كل البرتقال عندي بره، عملت هديه من وزاره الزراعه للمواطنين برمضان، البرتقال بره 2 كيلو شبكه فيها 2 كيلو برتقال عصير 30 جنيه بره، انا عملتها ب 15 جنيه داخل المعرض، تخفيض 50%. عندي البطاطس بره وصلت لحوالي 18 19 جنيه، انا عندي البطاطس 6 جنيه، وعملنا بقى حاجه كبيره جدا عشان المواطن يبقى مستريح، ان السلع كلها الحكومه المصريه كانت حريصه كل الحرص على اتاحه السلع وعلى توفيرها بشكل كبير جدا، عملنا شكاير مثلا الرز شكاير 10 كيلو، المواطن عايز ياخد 10 كيلو ياخدهم، مش اي مشكله، عايز بطاطس، عايز شكاره 6 كيلو بياخد الشكاره، في عندنا نوعين من البطاطس، نوع بطاطس تحمير اللي الناس بتحبها في رمضان، وعندنا بطاطس اللي هي بطاطس طبيخ زي ست البيت ما بتقول بطاطس الطبيخ. الحمد لله يا رب كل انواع هذه الامور موجوده. ليه المعرض او المنافس الثابته ونفس المتحركه فيها كميات كبيره؟ لو انا عندي ازمه في سلعه معينه هبيعها بالكيلو او بربع كيلو بتاع، لا ده انا عندي سلع كتيره جدا ممكن تخش يشتري شكاره واثنين ياخدهم. مش عندي الزيت اللي بيهم المواطن المصري، ايوه ده الزيت وصل 60 جنيه لتر الزيت، لانه طبعا بعد الفرص الاستثماريه الكبيره اللي عملها فخامه الرئيس في منطقه راس الحكمه بدا الزيت يتراجع وسلع كتيره تتراجع في اسعارها الفتره اللي فاتت دي، وان شاء الله التراجع مستمر، واحنا حريصين كل الحرص وفق توجيهات معالي الوزير ان احنا نقدم دور ايجابي لخدمه المواطن المصري، نقدم دور ملموس، نقدم دور حقيقي يشعر به المواطن، نرفع به العبء عن كاهله ونخف العبء عن كاهله. شكرا دكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعه المشرف على المعارض والمنافس، وكل سنه حضرتك طيب برمضان كريم. وشعب مصر بخير يا اسماء، وشكرا.